تخيل معايا اليوم فاق مع شي 7 ديال الصباح دوز على الدروج ديال الموبل من الراس حتى للراس داز لابارتمان ديال عبد السلام سيقها داز عند نعيمه حتى هي خواليها المخدو خدم لهم وباش كملها جملها مشى للمارشي وبان لي السيد قاد وشغلو ياسر لا انا والله لا عجبني انا ما عجبنيش هاي علاش عمي انا غادي ندير لك بلاصه كالمسخوط ما عنده ما يدي السيد باقي لي 3 ايام ومشي فحالات لا والله لا عجبني انا والله ما عجبني والله لا عجبني يا عمي انا ايوا حنا نشوفو عمي فتاح هنا ها واحد الطويجين ديال الكرعين راه قالوا لي كتحماق عليه وحلفت نطيب لك شي واحد من يديا ما بغيتش نجيب لكم المناضه راه قالوا لي فك السكر على صبك شكون قالها لك انا راه الناس ديال العماره كاع كامله من راس للراس كل واحد عارف المرض ديالو يا قلت لك راه كيعجبني تا انا كيعجبني الله يلا سير وادي على خدمتك انت اللي غتمشي كسا وادي ها نوض بخدمتك قال لك عمي نوض نوض جلس ولدي جلس بسم الله تاكل فيها جغديط